مديرية العامة للأمن الوطني على رأس هذه الولاية الهامة اختصاص، وأن يسهم أيضا على تفعيل قنوات الشراكة والتعاون جميع إطارات رتبة وأعوان تابعين لأمن ولاية عنابة إلى الالتفاف حول قائد جديد ومساعدته على تأدية مهامه على أكمل وجه. الصلة بالحركة التي مست بعض إطارات سامية للأمن الوطني وبتكليف من السيد المدير العام للأمن الوطني، سنشهد اليوم وإياكم التنصيب الرسمي للعميد الأول للشرطة أكنوش مجيد رئيسا لأمن ولاية عنابة قادما إليها من أمن ولاية تيزي وزو. كل ولاية عندها خصوصيتها، وعنابة وتيزي وزو أو تمن الأصدى وهران هي الجزائر، ويعني نعمل في الجزائر ولا في تمن الأصدى ولا في وهران ولا في عنابة هي نفس، أنا جزائري إن شاء الله. المهم أن نحافظ على الأشخاص والممتلكات، هذا هو. حدودية، وكنت خدمت رئيس أمن ولاية تلبسة وعرفت الحدود البرية و المشاكل تاع الحدود تاعنا. ان شاء الله ربي يوفقنا باش نحاربوا هذا، خاصه الهجره السريه هذه. لا اطولي شويه وقت ندير المعاينه، ومن بعد ان شاء الله نديروا مخطط ان شاء الله. المهمه الاساسيه هو حمايه الاشخاص والممتلكات، وان شاء الله ربي يوفقنا.